من علينا وعليكم بنعمة الإسلام، وهي أعظم نعمة ومنة برزت لنا من حضرة الحق جل جلاله وتعالت عظمته، وجاءتنا بواسطة حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، شهادة تثبت بها في القلوب أنوار الصدق في معاملة الله. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى عترته الأطايب وعلى أصحابه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد سمعنا من أخينا الأستاذ أحمد الذي كان في تقدمة الحفل أننا في موسم مولد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، والموسم الشريف ليس مجرد ذكرى تمر على الناس ينشغلون فيها بالاحتفالات فحسب، ولا محل جدال ونقاش هل هو محل للفرح به أو لا، لأن هذا الأمر قد تجاوزه من سبق من أئمة السلف الصالح وصنفوا في ذلك كتبا، كما ورد أورد الإمام الحافظ السيوطي رسالة ضمنها كتابه الحاوي للفتاوي سماها حسن المقصد في عمل المولد. ولسنا في حاجة إلى الدخول في جدل عقيم ومراء حول قضية تتعلق بهل يستحق رسول الله أن يفرح به أو لا يفرح به، لكن الذي ينبغي أن نقف عنده في ليلتنا هذه، ما هي ثمرة تذكر الأيام والليالي التي أظهر الله فيها نعما ومننا على هذه الأمة وخص هذه الأمة بخصائص فيها؟ ما المقصود من فرحنا بذكر ولادته الشريفة؟ ما المقصود من فرحنا بهجرته، بإسرائه ومعراجه، بفتحه مكة، بغزوة بدر، بما أودع في الأيام والليالي من فضائل ومنن؟ ما هو المقصود من وراء ذلك حتى نخرج من مولده صلى الله عليه وآله وسلم بشيء تنتفع به أمة اختارها الله عز وجل لتكون خير أمة أخرجت للناس، تمر بأسوأ وأشد وأدق وأحرج مراحلها منذ صدر الإسلام إلى ليلتنا هذه؟ الله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه وبنشره، فليس الدين بمحتاج إلينا، وليس الدين بمتضرر من إساءتنا أو مستفيد من إحساننا، لكننا نحن الذين نتعرض للاستفادة وللتضرر على قدر حسن فهمنا لديننا وصحة ارتباطنا به وقيامنا عليه. الله عز وجل ربط كثيرا من المناسبات، بل من العبادات، ربط كثيرا من العبادات التي هي من أركان الإسلام بمناسبات مرت على خلق من خلقه، على بشر من مثلنا فضلهم الله واختصهم من بيننا. فنحن نعرف أن من أركان الحج السعي، ونعلم أن السعي هو مرتبط بحادثة مرت على هاجر
وهي تبحث عن الماء أو عن منقذ عندما تركها الخليل إبراهيم عليه السلام بأمر من ربه جل جلاله، هي ورضيعها في صحراء بواد غير ذي زرع، فأخذت تصعد إلى أعلى الصفا ثم تنزل إلى ساحتها ثم تصعد إلى المروة، واختلفت بين الصفا والمروة 7 مرات حتى أكرمها الله بزمزم التي نبعت من تحت قدمي الطفل الرضيع. فهي مناسبة مرتبطة بمخلوق من المخلوقات، لكن هذا البشر الذي ارتبطت به هذه المناسبة قد خصه الله بمعنى من المعاملة معه جل جلاله، أبرز هذه المناسبة في هذا المعنى، فخلد الله تعالى ذكرها لنغترف في عبادتنا لله من سر المعنى الذي أكرم به هذا المخلوق المحبوب عنده. فالسيدة هاجر أخذت تبحث، أي عملت بالسبب، والأمة اليوم في حاجة إلى أن تتقن العمل بالأسباب، وقد تخلفت عن الأخذ بالأسباب على نحو صحيح، فتخلفت عن ركب كان ينبغي أن تكون هي في مقدمته. وعلمتنا هاجر أيضا في موقفها هذا أن مع قيامنا بالسبب ينبغي أن ننتظر الفرج من المسبب لا من السبب، فجعل الله الفرج يأتي لا من بحثها وجريها من الصفا إلى المروة، ولكن من تحت قدمي طفل عاجز في صورته لا يستطيع أن يجلس أو أن يقوم، جعل الماء ينبع من تحت قدميه ليعلمنا أننا قد طولبنا بالأخذ بالأسباب، لنتذكر عند قيامنا بالسعي وهو من أركان الحج ومن أركان العمرة، لنتعلم أنه ينبغي أن نقوم بالسبب وننتظر الفرج من خالق السبب لا من السبب. وكذلكم سائر المناسبات التي تمر بنا ولها ارتباطات بصلتنا بالحق جل جلاله، هي منهج ينبغي أن نتعلمه. نحن في كل صلاة نذكر أمرا له اتصال وارتباط بالإسراء والمعراج، فنحن نحيي ذكر الإسراء والمعراج في كل فريضة نصليها، كما أننا نحيي ذكر هاجر وإسماعيل وإبراهيم في كل عام في الحج. في الصلاة نحن إذا جلسنا وقلنا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، أو أخذنا بالرواية الأخرى التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر التشهد، أحيينا ذكرى سويعة مرت على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاوز 7 طباق وجاوز سدرة المنتهى، وتقدم الحبيب المصطفى وتأخر سيدنا جبريل الأمين عليه السلام، ووصل إلى حضرة لم يكن فيها إلا خطاب بين محمد وربه. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، فجاءه الخطاب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فتعلمنا من ذلك أدبا في الصلة بالله وأدبا في الصلة بنبيه. لا يزال أصحاب القلوب الحاضرة مع الله في الصلاة الصلوات يغترفون منه وينهلون من معينه، وأقول أصحاب القلوب الحاضرة مع الله، لأن من الأمراض التي أصابت أمتنا وأسأل الله لنا جميعا الشفاء منها أن عباداتنا تحولت إلى صور نؤديها لا تتجاوز وقتها، وإنما جاءت العبادات لتتحول إلى نهجا يثمر فيه اتصال القلوب بالله مسلكا في التعامل مع الحياة. فنحن أمة طولبنا بأن تكون صلاتنا حية، بأن تكون صلاتنا حية لتكون حياتنا صلاة. ولهذا قالوا من جعل صلاته حية جعل الله حياته صلاة، أي جعل شؤون حياته صلة بالله يزداد بها قربا من الله وأجرا وثوابا. إذا شرب كاس الماء ازداد قربا من الله لأنه نوى التقوي على طاعة الله وشرب بأدب النبي، إذا عمل واشتغل في أسباب حياته
نال أجرا وعبادة وقربا من الله، لأنه جعل شؤون شغل حياته مربوطة بخدمة دينه وأمته، قائمة على المبادئ والأخلاق والالتزام، مثمرة قناعات في القلوب يترتب عليها اتساع في نشر دائرة الإسلام في الشرق والغرب. ومن ذلك المولد النبوي الشريف. جاءت أيام ولادته الشريفة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. نحن هنا نجتمع على الذكر، نطلب أن تتصل قلوبنا بالله، فلو أجلنا الاستماع إلى الاتصالات الدنيوية بالجوال أو السيار وأغلقناها فضلا وكرما، لأن ساعات الوقت كلها تمر ونحن معها، فلنفرغ هذه السويعة لله عز وجل. المولد النبوي الشريف جاء والعالم كله قد أطبقت عليه الظلمة. تأملوا هذا المعنى. تعلمون في قصة الباحث عن الحق سيدنا سلمان الفارسي الذي خرج من عبادة النار والوثنية المجوسية إلى النصرانية الحقة في ذلكم الوقت على يد أحد القساوسة الصالحين الرهبان المتعبدين، ولما أوشك على الموت قال له: إلى من أذهب بعدك؟ فقال: اذهب بعدي إلى فلان في بلدة كذا، فإنه على قدم راسخة من الصدق والعبادة. فذهب إلى الثاني، وعند حضور الموت أحاله على الثالث، ولما ذهب إلى الثالث وخدمه مدة من الزمان يتعلم منه ويتعبد معه يعبد الله معه وأدركه الموت، قال: إلى من أذهب بعدك؟ قال: لا أعلم على وجه الأرض من هو على هذا الحال. تأملوا هذا المعنى، أي أن الأرض ندر فيها من ظهر بمظهر الصدق في ذلك الوقت، أي أن الظلمة قد أطبقت على الأرض، لكنه قد أظلنا زمان سيظهر فيه النبي الخاتم للأنبياء، وسيظهر في أرض ذات نخل وما أراها إلا يثرب. فرحل سلمان إلى المدينة إلى يثرب في ذلك الوقت، إلى طيبة الطيبة، ليطلب ترقب بروز الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة فيها عبر كثيرة، لكن ذكرها الآن جاء سردا موجزا لنخرج بنتيجة منها تتصل بالمولد النبوي الشريف وربطه بواقع حياتنا. وصل الأمر في ذلك الزمان إلى الحد الذي صعب فيه على طالب الحق أن يجد واحدا في الأرض يدله على الحق، أي أن الظلمة قد أطبقت على الأرض، البغي والفساد قد انتشر، الجهل والظلم قد انتشر، السوء قد أطبق على الشرق والغرب. المرأة كانت في غاية من المهانة بين الناس، في الشرق كانت إذا ماتت تدفن مع زوجها حية أو تحرق معه، وفي الغرب كانوا يتفاوضون أهي إنسان أو حيوان أو شيطان أو مخلوق شرير. وفي جزيرة العرب كانت توأد خشية من تدنيس الشرف، الضعفاء والمساكين كانوا في حالة من الاضطهاد، من السقوط، من الاستبداد عليهم، من الظلم لهم، حتى كان القوي يأكل الضعيف ويستبد عليه، حتى صعب على الضعيف أن يعيش آمنا إلا إذا التجأ إلى جوار القوي ومال مع القوي حقا وباطلا ليحميه. القيم أصبحت مفردات بين بعض المجتمعات. كان في العرب في الجزيرة وجود لمادة القيم والمبادئ، صفة الكرم، صفة الشهامة، صفة المروءة، صفة الشجاعة، صفة النجدة، كانت هناك صفات لكنها لم ترتقي بمجتمع العرب في الجزيرة، كانت قيمتهم لا شيء في الواقع. كان ملوك فارس وكان ملوك الروم وكان الملوك الذين يحيطون بهم يستخدمونهم، فكانوا أعرابا في صحراء الجزيرة لا ثقل لهم في واقعهم وعالمهم، لأن قيمهم لم ترتقي إلى مستوى الصلة بالسماء،
كانت قيما متوارثة، جاء الإسلام فحسنها وأقرها وربطها بالله سبحانه وتعالى. وكانت في بعض المجتمعات حضارات وحكم وقيم، لكنها لم يكن لها صوت في المسامع، كان القرار بيد الظلم، كان الثقل بيد الباطل. فجاءت ولادته الطاهرة، والكعبة التي هي أقدس بقاع الأرض، فيها وحواليها 360 صنما تعبد من دون الله تعالى، أقدس مكان في الأرض، كان قد النساء بأصنام تعبد من دون الله عز وجل. وكان وجه المعرفة بين العرب مقصور على من له اشتغال ببعض الكتب السماوية السابقة كورق بن نوفل، وهذا حاله حال نفسه، منعزل في عبادته، يرجعون إليه إذا احتاجوا إلى استشارة لا أثر له في الواقع. وكان كذلك نوع الكهنة الذين يعملون بالتنجيم وبالكهانة، يستمعون إلى الشياطين الذين يسترقون السمع ويأتون بالكلمة والمعلومة وقد أضيفت إليها 100 كذبة كذبوها. فكان هؤلاء هم المرجعية للفكر في ذلكم المجتمع. في الليلة التي ولد فيها حصلت أحداث في الأرض كانت بمثابة خطابات وجهها الله عز وجل للكون. وعظمة ديننا أنه لم ينحصر على مخاطبة المسلم فقط، وهذا الأمر للأسف كثير من المسلمين، بل ممن لهم إرادة في خدمة الدين لا يتنبهون له. ديننا لم يأتي ليخاطب المسلمين وحدهم، بل لم يأتي لمخاطبة الإنسان وحده، بل جاء ديننا ليحول المسلم إلى صاحب مخاطبة للكون كله، للوجود كله. إني جاعل في الأرض خليفة. جاء الحبيب المصطفى فجعل قيمة لكل مخلوق، لأنه مخلوق لمن؟ من الذي خلقه؟ الله. فعلمنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كيف نحترم المخلوقات من باب التعظيم للخالق، كيف نتأدب مع الصانع في التعامل مع صنعته. سمعنا في الحديث عنه أنه تكلم عن جبل أحد وأعطاه حيثية اليوم المسلمون ربما يغفلونها في التخاطب والتعامل مع بعضهم البعض، يفتقدون إليها. قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. الله الله يا رسول الله، ما أعظم هديك، جئت لتعلمنا أن نجعل الإحساس، أن نجعل الذوق، أن نجعل التقدير والاحترام في تعاملاتنا مع كل ما يحيط بنا من المخلوقات حتى مع الجمادات. أحد جبل يحبنا ونحبه. كان من الممكن أن يقول أحد جبل نحبه، ذكريات اتصلت به، نحبه أمور مرت فيه، نحبه دماؤنا سالت فيه، لكن يحبنا؟ تصف الجبل بأنه يحب، تصف الجبل بأن له إحساس، تصف الجبل بأن له قدر من الذوق، تنظر به إليه نظرة إجلال حتى جعلت قلوب المسلمين تحب هذا الجبل. أحد جبل يحبنا ونحبه. ليلة المولد الشريف حصلت حوادث في الأرض. في مكة لم يبق صنم في الكعبة أو حوالي الكعبة في الساحة إلا وهو على رأسه في ساعة ولادته الشريفة، فخر على الأرض. الأصنام كان كثير منها قد ثبت بصبات من الرصاص ومن النحاس ومن الحديد، ومع ذلك كلها تهاوت على رأسها وسقطت في ليلة المولد الشريف. أنتم تعلمون أنه في اليوم الثاني نصبت وعاد الناس إلى عبادتها، فما الفائدة؟ ما المقصود؟ الله عز وجل لا يعبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، الله منزه عن العبث، لكل أمر حكمة. جعل الأصنام تهوي في الساعة التي ولد فيها، لا الساعة التي بعث فيها أو هاجر فيها.
لنتعلم أمرا هنا، لنتعلم أن لمولده الشريف أثر في محق الباطل في هذا الوجود، وهو مقدمة لما تلاه من فتح جاء فيه الحبيب المصطفى وهو يشير بمحجنه، والمحجن عصا صغيرة يحملها الإنسان، يشير بمحجنه إلى الصنم فيهوي الصنم قبل أن يصل المحجن إليه. هذا الصنم هو الذي سقط في ليلة المولد، فلليلة المولد ارتباط بيوم الفتح. في ليلة المولد منعت الشياطين من استراق السمع ورميت بالشهب. في ليلة المولد سقطت شرافات أنوشروان ملك كسرى الذي كان أحد أعظم ملوك الأرض، وفي سقوط الشرافات إشارة إلى سقوط إشرافهم على الأرض وتعاليهم عليها. في ليلة المولد انطفأت نار فارس التي كانت تعبد من دون الله، وهي قد مر عليها 1000 عام لم تطفأ، كان الكهنة يتناوبون عليها في الليل والنهار حتى لا تنطفئ، فانطفأت ساعة المولد الشريف. في ليلة المولد الشريف فاض وادي سماوة وهو واد كبير يصعب أن يفيض، وغاضت بحيرة ساوة وهي بحيرة كبرى. في ليلة المولد الشريف اهتز أحد علماء اليهود المقيمين في مكة، وجاء أنه وقف على جبل لعله أبو قبيس، وصاح في فجر ذلكم المولد، وكان المولد الشريف في آخر الليل مع الفجر، صاح في صباح ذلكم اليوم ينادي قريشا بطنا بطنا، فهرعت إليه قريش ووجوهها وهم مستغربون، ماذا دهاك؟ فقال: أولد فيكم مولود البارحة؟ فقالوا: أجل أنت، هذا الصياح لهذا الأمر؟ قال: أجيبوني. قالوا: لا نعلم. قال: التمسوا. فالتمسوا فقالوا: ولد لعبد الله مولود يتيم. فقال: أرونيه. فذهب اليهودي ونظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أنوار النبوة لائحة على وجهه الشريف صاح اليهودي صيحة كادت نفسه أن تنشق منها، خر مغشيا عليه: ما الذي أصابك؟ قال: خرجت النبوة من بني إسرائيل، احفظوا هذا الغلام من اليهود فإنهم لو رأوه لقتلوه. هذه الأحداث وغيرها مما حصل وأورده الحافظ ابن كثير في كلامه عن السيرة، وأوردها الحافظ القسطلاني في سيرته المواهب اللدنية، وهو الحافظ الذي شرح البخاري إرشاد الساري، وأوردها ابن هشام، وأوردها صاحب السيرة الحلبية، وما لا تكاد سيرة متوسعة لدى المتقدمين إلا وأوردت ما حصل في ليلة المولد، وتجرأ وتسرع من حكم بالجملة بضعف الأحاديث الواردة في ما حصل ليلة المولد، ففيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، أي الأخبار التي وردت. ما الذي نريد من أن نخرج به لنربطه بواقعنا مما حصل في ليلة المولد؟ ليلة المولد تلقى الوجود فيها خطابا، الأصنام، الشياطين، الشرافات، النار التي تعبد، العلماء الصالحون من اليهود والنصارى وغيرهم، الكل شعر بشيء يحصل في هذا الوجود، وأودعت الموجودات التي تحيط بنا أثرا من هذا الشيء. بقي الأصل وهو نحن أهل الإسلام والإيمان، أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. جاءنا موسم المولد الشريف، فما أحوال قلوبنا مع محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما أحوج الأمة إلى أن ترتقي إلى تذوق محبتها لنبيها، وهو أمر عندما كان حيا في الأمة لم يبق باب من أبواب الخير إلا فتح لهذه الأمة، ولم يبق باب من أبواب الشر إلا أوصد دون هذه الأمة، ولم يبق
معنى من معاني العزة أو النصرة أو التأييد أو المعونة أو الفتح إلا وحصل لها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. تأملوا، النبي نفى هنا الإيمان، لا يؤمن، والعلماء قالوا هنا المقصود هو كمال الإيمان، أي لا يكمل إيمانه حتى يرتقي إلى رتبة يكون حبي فيها أحب إليه من نفسه. فهل رسول الله أحب إليك من نفسك؟ وهل رسول الله أحب إليك من نفسك؟ أسأل الله لنا ولكم وللمسلمين ذلك. لكن يا معشر الإخوان، للمحبة علامات وللمحبة دلالات. إذا ذكر رسول الله، ما قيمة هذا الذكر في قلبك؟ ماذا يحرك فيك اسم محمد؟ نحن عندنا جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمن على دعوة دعا بها جبريل الأمين وهو صاعد إلى المنبر، أبعده الله، قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين، قال: قلت آمين. قد دعي بالبعد والإقصاء للذي يذكر عنده الحبيب المصطفى فلا يصلي عليه، ما السبب؟ نحن إذا ذكر أحد الصحابة يستحب أن نترضى، لكن لا نأثم إذا لم نترضى. إذا ذكر الله جل في علاه يستحب أن يبرز منا معنى من التعظيم، نقول عز وجل، نقول سبحانه وتعالى، نقول جل جلاله، لكن لا يترتب وعيد على عدم تحرك الألسن بمثل هذه العبارات المستحبة. لكن جاء وعيد في حق من ذكر عنده المصطفى فلم يصلي عليه. أتعرفون ما السبب؟ المصطفى هو واسطتنا العظمى لحقيقة صلتنا بالله تعالى. زعم أقوام قبلنا حب الله، قالوا نحن ما لنا ولا المصطفى، نحب الله. الله عز وجل قال لسيدنا محمد، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أي أن صلتكم بالله تكون من باب الصلة بي، اتباعا لي. جئنا نتبعه فوجدنا في تعليماته: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. وجدنا في الحديث الصحيح الذي أورده الإمام أحمد والإمام الترمذي، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله، أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب آل بيتي لحبي. علمنا أن نربي أولادنا على معنى الحب. جاء في الحديث الحسن عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث: حبي وحب آل بيتي وتلاوة القرآن. علمنا أن نتوجه بمعنى المحبة لحضرته الشريفة، وأن تصل أنوار المحبة في قلوبنا إلى حد أن مجرد ذكر اسمه يحركها. قيل لنا: سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه، وتوعدنا الله على لسان جبريل وعلى تأمين الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي لم يبلغ حبه للمصطفى إلى مبلغ أن تتحرك نفسه، أن تتفاعل روحه مع ذكر المصطفى، هناك خطر عليه، لأنه لن يستطيع أن يتبع، لأن الذي لا يحب سيكون اتباعه صورة لا حقيقة. جاء المولد ليحرك فينا معنى محبة النبي، يحرك فينا نصيبنا من الصلاة على النبي، يحرك فينا فقها جديدا أو تجديد فقه في معرفة تعاملنا مع العالم الذي يحيط بنا. إخواني، نحن اليوم نذل، نقتل، نذبح، أراضينا مسلوبة، أموالنا منهوبة، أعراضنا منتهكة، نظرة العالم لنا اليوم بين مستهزئ ومنتقص ومبغض ومتهم وخائف منا،
نحن الأمة التي ساقها الله لتؤمن العالم بالإيمان. صار العالم اليوم يخاف منا ومع ذلك نحن أذلاء. السابق العالم اطمأن إلى أسلافنا وأحبهم وهابهم في خوفه منهم وهم أعزة. السابق أسلافنا فتحوا البلاد وفتحوا مع البلاد قلوب أهل تلكم البلاد لأنهم جاءوا ليخاطبوا القلوب لا مجرد الأجساد. وأوتوا معنى مخاطبة القلوب من عمارة قلوبهم بنور الصلة بالحبيب المحبوب. ربط النبي هذا المعنى به في الفتح في الجهاد، قال يوشك أن يبطئ الفتح فينادى أفيكم من رأى رسول الله. يحكي النبي أحوالا ستحصل بعده في أيام الفتح الإسلامي، يقول يوشك أن يبطئ الفتح فينادى في الجيش أفيكم من رأى رسول الله فيستفتح به فيفتح لهم. يا رسول الله أنت الآن ربطت حتى الفتح بصلة الناس بك، قال نعم. قال ثم يأتي زمان يبطئ فيه الفتح فينادى في الجيش أفيكم من رأى رسول الله. انتهى الصحابة الذين رأوه صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا يتوسلون بهم، أفيكم من رأى رسول الله؟ قال فيستفتح به، يجعلوه يتقدم متوجها إلى الله تعالى فيفتح الله ببركة وجود شخص رأى من رأى رسول الله في الجيش. هذا المعنى بعيد وعميق، ليس مجرد دعاء أو توسلا به أو حساسيات يثيرها بعض المنغلقين من إخواننا، هدانا الله وإياهم هل يتوسل بالحي أو بالميت؟ ليست هذا المعنى، هنا أعمق المعنى، أن فتحكم مربوط بي بصلتكم بي. إن كان جيشكم يفقه معنى الارتباط بي فيصل إلى درجة يتلفت، أيوجد في الجيش من له ارتباط بالنبي؟ تعال نريدك تتوجه. عمر توسل بالعباس مع أن عمر عند أهل السنة والجماعة عندنا هو أفضل من العباس، أفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومع ذلك توسل بالعباس، قالوا لي قرابته من رسول الله. فقلوب الصحابة تربت والتابعين من بعدهم تربوا على ارتباط قلبي بسيدنا محمد. هذا أصل تفرع على هذا الأصل وانبنى عليه سلوك أخلاق في التعاملات. نريد أن تولد مع مولد الرسول فينا لتكبر وتنشأ. أخلاق يا إخوان، أخلاق. نحن إمامنا سيد أهل الوجود في أخلاقه، إمامنا صلى الله عليه وآله وسلم خلف لنا مسلكا في الأخلاق العالم كله اهتز بسببه. يأتي الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه فيجد درعا له مسروقا في يد يهودي، وسيدنا علي أمير المؤمنين الحاكم قائد البلاد مالك أمرها وزمامها، فيقول اليهودي إنها درعي، فيقول لا إنها درعي إلا أن تستبد علي بإمارتك. فقال لا، ولكن نذهب وإياك إلى القاضي ليحكم بيننا. فيذهب الإمام علي مع يهودي من غير أهل دينه تابع له، مع تابع الله وهو الإمام، ليجلس ويجلس اليهودي أمامه ينتظران حكما يفصل في قضيتهما. اليهودي مرتبك، القاضي أمامه، القاضي شريح القاضي شريح كان جالسا، فاليهودي يخاف يعني هل سيحكم لي القاضي على الأمير؟ لا. فأجلسهما القاضي وأخذ ينظر إلى هذا وهذا بالتساوي حتى لا يزيد لهذا على ذاك حتى في النظر. ديننا دين عادل، السلام الذي يتكلم عنه في الشرق والغرب منوط بإقامة العدل في الوجود، وإقامة العدل في الوجود مربوطة بنا نحن هذه الأمة. إذا فقهنا عظمة منهجنا عندنا في القضاء يجب على القاضي أن يعدل حتى في النظرات، عندنا هذا وارد في كتب القضاء، الذين درسوا الشريعة يعرفون هذا. وعلى القاضي أن يعدل بين المتحاكمين حتى في نظر عينيه، ينظر هنا بمثل ما ينظر هناك. قال
فقال ماذا عندك يا أمير المؤمنين؟ قال إن هذا سرق درعي وهي الآن معه. فقال البينة على المدعي. ما هي بينتك يا أمير المؤمنين؟ ما هو دليلك؟ قال هي درعي أعطانيها رسول الله. فقال هل من شاهد؟ قال نعم، خادمي وابني الحسن. قال لا تقبل شهادتهما. سبحان الله، أو تكذب الحسن ابن بنت رسول الله يا شريح؟ قال حاشا لله، لكن الحسن ابنك، والابن لا تقبل شهادته لأبيه في مثل هذا المكان، وخادمك مولاك من مواليك، ائتني بمحايد معنى الكلام. فقال لا يوجد عندي. قال إذن نحكم بالدرع لليهودي. تأمل ماذا خلف لك نبيك من منهج، ليس منهجا في كتب، منهجا تحول إلى واقع، ليس تنظيرا لكنه سلوكا أثبت وجوده في الواقع. التاريخ أثبته. نحن بحاجة إلى أن يولد مع مولد رسول الله في قلوبنا. يقول الراوي أن القاضي قال إذا نحكم لك بالدرع، ماذا تقول؟ أهو لك؟ قال اليهودي نعم لي. قال إذا خذه. اليهودي يعني ما صدق، هو يعرف أنه سارق والحكم على الخليفة. أخذه؟ قال خذه. فالتفت إلى الإمام علي، قال هذا حكم القاضي، خلاص خذ. فالتفت اليهودي إلى الإمام علي والتفت إلى القاضي وقال أيها القاضي، الدرع لعلي، أنا سرقتها منه، الدرع لعلي. والتفت إلى الإمام علي وقال يا أمير المؤمنين أمدد يدك، أمدد يدك. فمد سيدنا علي يده، فوضع اليهودي يده في يده وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حب رسول الله عمق في قلوبهم هذه الأخلاق، هذه المبادئ، هذه القيم. ليست المبادئ عندهم مسلك مصلحة في الحياة يسلكونه، ليس الالتزام في الوظيفة لأن البطاقة الكرت يدق وسيخصم من راتبه، لكن الالتزام في الوظيفة عندهم أمانة تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الإحسان في العمل، إتقان العمل، ليس مربوطا بمنهجية ترقيات أو حوافز، وإن كان هذا مسلك حسن يشكر عليه من أقام، لكن ليست هذه قاعدتهم. كان إتقانهم للعمل من باب إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كان صدقهم في الخطاب من باب يا رسول الله أيفعل المؤمن كذا وكذا؟ ذكروا شيئا من الكبائر فقال نعم ويتوب. أيفعل كذا وكذا؟ قال نعم ويتوب. أيكذب المؤمن؟ قال لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. التزامنا بالقيم هو نابع عن حب لإمامنا في هذه القيم. الرحمة التي الأمة اليوم تحتاجها فيما بينها البين، في صلتها بغيرها، في صلتها حتى بالأرض، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، في تعاملنا مع الحيوانات. نحن أصحاب الرفق بالحيوانات قبل المؤسسات. نحن علمنا نبينا أن امرأة مصلية صائمة دخلت النار بسبب هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأخبرنا أن بغية من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة بسبب أنها سقت كلبا بخفها بالماء. علمنا صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وربط هذا المعنى لا بمجرد استنتاج الأثر هذا على الواقع أو مجرد دراسات تقام، لكن على أساس قلبي مربوط بحبنا لرسول الله. الحب 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 الذي يقويه ذكر المحبوب، كثرة الصلاة عليه، قراءة سيرته، مطالعة أخباره، تأمل شمائله، معرفة خصائصه، شؤون تتعلق بالصلة بمن نحب. جاء المولد لنحييها فينا، ليس فقط ليلة في السنة. أنا أؤيد إخواننا الذين يقولون أنه لا يجوز الاحتفال بمولد ليلة واحدة في السنة، نقول جزاكم الله خيرا، أنتم على حق، ينبغي أن نحتفل بالمولد سائر السنة. الليلة هذه من باب أولى سنحييها، لكن المطلوب أن نحيي معاني صلتنا برسول الله في سائر السنة. إن كان هذا مقصودكم نحن معكم، الليلة مولد وبالأمس مولد وغدا مولد،
يولد رسول الله في قلوبنا، في قلوبنا أخلاقه، سيرته، التزامه، مبادئه، سنته، دينه، نحييه في حياتنا، في بيوتنا. هذا المعنى نريد أن نحييه في هذا المولد. أسأل الله أن يثيب القائمين على هذه الشركة، أدكو، يبارك الله في همتهم. مثل هذا الجمع من العاملين فيها أو من المتعاملين معها، فعلى ما أعلم هي ذات تخصص يرتبط بواقع حياة الناس حتى في غير العاملين فيها. فقه هذه المعاني لتتحول غدا في العمل أو بعد غد أو بعده في الحياة إلى مسلك في الصلة، ليعرف المدير أن معنى كونه مدير ليست ميزة، هي أمانة إن أحسن القيام بها تحولت إلى ميزة. ليعرف المدار الموظف أن وظيفته أمانة ليست محلا للرزق فقط، أنه هو على قدم من الجهاد إن صدق في همته، أنه إن نوى بعمله أن ينهض هذه الأمة، أن يسد حاجتها، أن يتوسع في تعلمه، في إتقانه للعمل على نحو يستغني به العمل بين المسلمين عن غيرهم إلى إنهاض أمتنا، هو صاحب همة في خدمة هذا الدين، يعرف أن يضع الدنيا في يده لا أن يضعها في قلبه. إذا قال الله أكبر الصلاة، إذا جاءت صفقة فيها حرام أو شبهة عرف كيف يفطم نفسه عنها، إذا جاءه عرض لمن يريد أن يدفع له الرشوة يخشى من اللعنة فلا يلتفت إلى وسخ الدنيا، إذا عرف أنها ستسبب له لعنة الله لعن الله الراشي والمرتشي. إذا أحيينا في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنى فقهنا لصلتنا ببعضنا البعض، تعرف الأم أنه قد ترتب على قيامها بمهمتها على تربيتها أبنائها على أساس صلة بالحبيب المصطفى، ذكرتهم في مثل هذه الأيام ولد النور صلى الله عليه وآله وسلم المنير سراجا منيرا وسراجا منيرا، تعلمهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم برزت فيه صفات منذ طفولته جعلت من حوله يمتلئون به، فما شب حتى لقب بالصادق الأمين، أن أصحابه وآل بيته ومن جاء من بعده من التابعين وجد فيهم صاحب السبع السنين الذي يهز من حوله، الإمام الشافعي يحفظ القرآن وهو في السابعة، ويحفظ الموطأ للإمام مالك وهو في العاشرة، ويجلسه الإمام مالك على كرسي الفتوى وهو في الرابعة عشرة من عمره. يعلمنا أبناءنا أنه من الممكن للصغير أن يتهيأ لينتج إذا صار كبيرا، ينتج للعالم قيمة معنوية وحسية. تفقه الأم كيف تربط قلوب أبنائها بالشوق إلى الحبيب. تسمعين الشوق إلى الحبيب، بناتك أبناؤك إلى أي مدى لهم ارتباط بالحبيب المصطفى؟ من في بيتك مر عليه هذا الشهر فبكى في ليلة من الليالي شوقا إلى الحبيب؟ يكذب من يقول أنه يحب ولا يشتاق إلى من يحبه، من يتأتى؟ مستحيل أن نحول المحبة إلى برنامج 1 2 3 4 اتبع وامش ولا مشاعر ولا إحساس، هذا باطل لا يتأتى. لكن أيضا لا يتأتى أن تكون محبة صادقة إذا لم تثمر سلوكا واتباعا. أحيوا هذه المعاني في بيوتكم، يتجدد مع مولده الشريف معنى لولادة إدراك لمهمتنا في قلوبنا. كلمتني أم في الولايات المتحدة الأمريكية مسلمة، قالت شعرت أن ولدي دخل مرحلة أخاف عليه فيها، عمره 3.5 أو 4 سنين. قلت 4 سنين وتخافين عليه؟ قالت نعم، يذهب إلى المدرسة، زملاؤه وسط المدرسة، بعض المدرسات لهن دين غير ديننا، بدأ أن يؤثرن عليه في الطباع، في الأخلاق، في التعاملات، في الكلام عن السيد المسيح عليه السلام عند ذكر ميلاده، قد يأكل شيء من الخنزير ابني من سندويشتات أو فطائر يأخذها من زملائه، بدأ يسألني أسئلة، سمع في المدرسة إنكار وجود الله إلحاد. قالت أنا قلقة وأشعر أن الله سيعاقبني،
إذا لم أنتبه إلى تربية ولدي، وهذا صحيح نغفله هذا الأمر، سنعاقب. ليست التربية أن أعطيه طعاما وشرابا ولباسا وأحقق له شهادة ووظيفة، ليس هذا وحده هو مقياس النجاح في التربية، لكن ماذا خلفت من صلة بالله في أولادك؟ فأشير على هذه المرأة، قيل لها التالي، وتأملوا هذا الكلام، قيل لها علم الولد أن يتأدب مع المدرسة. قالت أنا زعلانة من أو خائفة عليه من المدرسة، تقول علمه يتأدب معها، إذا الدين آخر أخشى تغير دينه. قلت هذه الطريقة هي التي علمنا إياها رسول الله، علمي ولدك أن يتأدب، هذه مدرسته تعلمه، لها فضل عليه وإن لم تكن مسلمة. علمي الولد الأدب معها، وإذا رأى بعض الأطفال يسيئون الأدب أو يرفعون الصوت أو يتكلمون عن المدرسة، علمي أن ينصحهم أن لا يفعلوا، يقول لهم عيب، هذه مدرستكم، ديننا يأمرنا أن نتأدب مع من يعلمنا. وضعي لابنك، نوعي لابنك الطعام، الفطائر التي تضعيها في الشنطة أعطيه الضعف أو الضعفين، قولي له إذا رأيت ولد ينظر إليك وأنت تأكل أعطي، يقول الإسلام يأمرنا بالكرم. تعرفون ما النتيجة؟ ستتعجبون، أسلمت المدرسة. قد يكون أحدنا في 40 أو 50 من عمره ما فكر أن يسلم على يده، حتى السائق الذي يسوق السيارة أتى به من بلد أخرى، ما فكر كيف هذا سيجلس معي 2 أو 3 سنين ويرجع وما آمن بديني، هل أخلاقي معه، هل تعاملي معه سيرفع مستوى دينه، سينقله إلى الإسلام، إلى الهداية، إلى الدعوة، هل الدعوة هم في قلوبنا، هل من فقهنا لتديننا أن الصلاة والصيام والإنجاز في العمل أيضا أننا أصحاب رسالة نقدمها للآخرين لتقويم الآخرين؟ أتعرفون ما الذي حدث؟ الطفل هذا الذي 3 سنوات ونصف أو 4 سنوات ذهب إلى المدرسة، فلاحظت المدرسة أنه صار متأدبا، ومرة سمعت المدرسة الأطفال جاءت من خلفهم وهم يتكلمون، سمعت الأطفال يستهزئون بالمدرسة، ينكتون على المدرسة، سمعت يقول لا حرام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي قال، أمي قالت أن النبي قال لابد نتأدب مع الذين يدرسوننا. توقفت المدرسة ونادت الولد الصغير، قالت ماذا كنت أقول لهم؟ فارتبك، قالت له لا تخاف قل لي، قال أنا قلت لهم يتأدبون معك لأنك أنت صاحبة فضل علينا، درستينا. من أين أتيت بهذا؟ قال أمي قالت لي أن النبي ما يحب الذي يقل الأدب على المدرسين. فتوقفت وسكتت المدرسة. مرت مرة أخرى لاحظت الولد يعطي الطلاب، تعرفون في ذلك المجتمع لا أحد يعطي بغير مقابل إلا في النادر، يعني العشاء المجاني هذا يعتبر شيء غريب، الذي ليس عشاء عمل وليس عشاء مقابل، لماذا تعطيهم طعامك؟ هل أجبروك؟ هل ضربوك لتعطيهم؟ قال لا أمي قالت لي أنه النبي يحب الذين يكرمون، يحب الكرم، وأنا أريد أكون كريم حتى يحبني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت ممكن أتصل بأمك؟ قال نعم، اتصلت بأمه وجاءت إلى المرأة. هذه الحادثة حصلت في الولايات المتحدة قبل 2.5 سنين تقريبا أو 3 سنوات ما يقارب ذلك، فجاءت وسمعت من الأم، قالت أنا رأيت من الولد سلوك متميز، رأيت سلوكا متميزا، وقال لي أن دينكم يأمر، ما هي فلسفة دينكم هذا دينكم؟ قالت النبي صحيح أمر بكذا وكذا وكذا، فأسلمت المدرسة. لعل معنى وصل إليكم من هذه القصة التي تلفت أنظارنا إلى أننا أمة نمتلك بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بمسلكه، بأخلاقه، بمنهجه، بالكتاب الذي أنزله الله على قلبه ويسره على لسانه وخلفه لنا دليلا إلى الله تعالى، شانا نحتاج إليه في سائر أحوالنا. فابحثوا عن هذا المعنى في بيوتكم، في أسواقكم، في أعمالكم، حتى نخرج من مرحلة الضعف الذي نعيشه. والخروج من الضعف ليس فقط بقوة الذراع، بقوة اليد، بقوة السلاح، ليس هذا وحده، ولا نستثني قوة السلاح، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن المطلوب شيئا آخر أيضا، أن يبنى مجتمعنا على أساس قوة في سلوكنا، في أخلاقنا، في نظرتنا إلى الغير. أنت صاحب منهج عالي، لا تعتقد أنك إذا تبسمت إلى العاصي الذي أمامك فقدت دينك، العاصي الذي أمامك أحوج ما يكون إلى بسمتك، إلى رحمتك به، إلى لطفك معه، إلى إنقاذه من نار المعصية، لا تقره على المعصية، لكن لا تؤكد معنى المعصية في قلبه بسوء تعاملك. هذه معاني نأخذها
لنتحول إلى أمة بمنهج نتخاطب به مع الوجود الذي يحيط بنا. نحن أمة الذين في ليلة مولده سقطت الأصنام، وفي قلبي وفي قلبك أصنام يجب أن نسقطها في مولده. نعم، في قلبي وفي قلبك حب الدنيا وكراهية الموت، الوهن الذي تكلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مولده. رميت الشياطين، وهناك وسوسة شياطين في أفكارنا، في عقولنا، في سلوكنا، يجب أن ترجم في مولده. هذا المعنى أحيوه فيكم، يحيي الله عز وجل بكم وعلى أيديكم من أنوار هديه ومنهجه صلى الله عليه وآله وسلم، ما يرفع الله به شان الأمة. أسأل الله عز وجل لي ولكم كمال التوفيق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم أحي محبته في قلوبنا، وأحي قلوبنا بمحبته. اللهم أحيي مجتمعاتنا بأخلاقه. اللهم أنهض الأمة إلى اتباعه، وننورها بأنوار شعاعه. اللهم إنا نسألك نظرة منك إلى أمته في ليالي مولده، تحيي بها ما مات، وترد بها ما فات، وتدفع بها السوء والآفات. اللهم انظر إلى أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم عز أمة سيدنا محمد، اللهم أيد أمة سيدنا محمد، اللهم عز ذليلهم، واغني فقيرهم، وقوي ضعيفهم، وأمن خائفهم، واهدي ضالهم، وقرب بعيدهم، وأقبل بمعرضهم، وثبت متزعزعهم يا أكرم الأكرمين. اللهم عجل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، ويذل فيه من لم تسبق لهم سوابق التوبة. يا واسع العطاء، يا واسع العطاء، يا واسع